التواصل يستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام. أيها الإخوة الأفاضل متابعينا في كل مكان، انطلاقة شوطنا الثاني عشر ضمن انطلاقات وتحديات ومنافسات هذه الفترة الصباحية، وشوطنا الثاني عشر مخصص للزمول ضمن هذه الأشواط العامة. نتابع وإياكم مقدمة هذا الشوط ونتعرف وإياكم لما يحدث وما يسير في هذه المقدمة وفي هذه الصدارة. قيادة هذا الشوط من يحتل المركز الأول المقدمة والصدارة مهجد، تعود ملكية مهجد لراشد بن سالم بن علي بن دوحة مع مهجد على المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني، نصل على المركز الثاني الجذاب، سعيد بن عبيد بن قطيان المري مع الجذاب ومع تحركات الجذاب. ننتقل إلى المركز الثالث، الوصول والتقدم من مشهور، علي بن دلهم بن ناصر الهاجري من يتواجد مع مشهور على المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، ومن يتواجد على المركز الرابع، القدوم من شاهين لهادي بن محمد بن هادي الجربوعي المري. أما المركز الخامس فيصل القبطان من يحتل المركز الخامس، تعود ملكية القبطان لسعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود من يتواجد على المركز الخامس في هذه الانطلاقة. هذا هو نداءنا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نرجع وإياكم إلى قيادة هذا الشوط ومن يحتل المركز الأول والصدارة. هنا سعيد بن عبيد بن قطيان المري، ولكن نعم هذا هو شعار بن دوحة، شعار بن دوحة مع مهجد لراشد بن سالم بن علي بن دوحة المري مع أول المراكز وأول المنطلقين. يا سلام يا سلام على مهاجد. إذن مهجد هو من يحتل المركز الأول، تعود ملكيته كما أسلفت مهجد لراشد بن سالم بن علي بن دوحة المري، وعلى المركز الثاني يتقدم على المركز الثاني من الجانب الأيمن التقدم من مشهور علي بن دلهم بن ناصر الهاجري من يتقدم مع مشهور على المركز الثاني. يدور والنقلة عند المركز الثالث، قبل الجذاب لسعيد بن عبيد بن قطيان المري على المركز الثالث هنا وعلى المركز الرابع. يتراجع هنا على المركز الرابع مشهور لعلي بن دلهم بن ناصر الهاجري، وعلى المركز الخامس دخول وتسلل في هذه اللحظات من قبل هملول محمد بن سالم بن حمد المري من يتواجد مع هملول على المركز الخامس وغير إلى المركز الثالث. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم. نرجع وإياكم إلى مهجد، مهجد من يحتل المركز الأول، راشد بن سالم بن علي بن دوحة المري مع أول المراكز وأول المنطلقين في هذه الصدارة المميزة وفي هذا المكان المميز. يا سلام يا سلام على مهجد وعلى تحركاته وانطلاقاته. هذا هو مهجد من يحتل الصدارة ويحتل المقدمة في هذا الانطلاق، بينما يليه على المركز الثاني هنا هبلول محمد بن سالم بن حمد المري من يتواجد على المركز الثاني. ننتقل وإياكم إلى المركز الثالث، ومن يتقدم فيه مشهور لعلي بن دلهم بن ناصر الهاجري من يتواجد على المركز الثالث، ولكن تسلل من الجانب الأيمن في هذه اللحظات من قبل شاهين عبد هادي بن محمد بن هادي الجربوعي المري، ولكن دخول من الحذر لحمد بن متعب بن حمد النخس المري من تقدم في هذه اللحظات وانتقل بدوره
إلى المركز الثالث. هذا هو نداءنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذا النداء الثاني للمراكز الخمسة الأولى في هذه الرحلة المميزة. نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط وإلى مهجد مع المركز الأول ومع القيادة من البداية وحتى هذه اللحظات. ومهجد من يحتل المركز الأول ويسيطر على قيادة هذا الشوط. ملكية مهجد أيها الإخوة الأفاضل لمالكه راشد بن سالم بن علي بن دوحة المري من يتواجد مع مهجد مع أول المراكز ومع أول المنطلقين من البداية وحتى هذه اللحظات، وهو من يتحكم بصدارة هذا الشوط. تحكم ممتاز وانطلاق مميز وتحرك أيضا ملحوظ ومشاهد للعيان. كل من يتابع قناة الريان يشاهد هذا الانطلاق لمهجد من يحتل المركز الأول. ولكن هنا دخول وتسلل من الحذر في هذه اللحظات اللي دعناه قبل لحظات في المركز الخامس أو في المركز الثالث، وهو يتحرك إلى المركز الثاني. الحذر لحمد بن متعب المنخس المري. نتابع وإياكم مشاهدينا الكرام المركز الثالث ومن نتابع هنا على المركز الثالث هم الأول محمد بن سالم بن حمد المري من يتواجد مع المركز الثالث. وعلى المركز الرابع يصل شعار بن دلهم على المركز الرابع في هذه اللحظة مع مشهور علي بن دلهم بن ناصر الهاجري على رابع المراكز. والمركز الخامس من الجانب الأيمن هنا شاهين لهادي بن محمد بن هادي الجربوعي المري. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أتممنا على حضراتكم هذا النداء ونرجع وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، هنا مهجد مع المركز الأول، مهجد مع قيادة هذا الشوط مع المقدمة ومع الصدارة. مهجد يحمل شعار مالك راشد بن سالم بن علي بن دوحة المري مع المركز الأول مع مهجد ومع الصدارة. وهنا استراحة محارب على المركز الثاني مع الحذر، الحذر لحمد بن متعب بن حمد المنخس المري. يا سلام، الله، يعني أسماء قوية وأسماء عملاقة، أسماء تكلم لها التاريخ وتكلم لها عالم رياضة الآباء والأجداد. نعم مشاهدينا الكرام، هنا أسماء تتواجد معنا في هذا الشوط. وصلوا هالطلايب، وصلوا هالزمول. يا سلام، أراهم يقتربون لحظة بلحظة. يا سلام يا سلام، المقدمة والصدارة وقيادة هذا الشوط مع مهجد. مهجد تعود ملكية لراشد بن سالم بن علي بن دوحة المري. هنا الحذر على المركز الثاني لحمد بن متعب بن حمد المنخس المري. وعلى المركز الثالث يصل ويتسلل على المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الافاضل هملول محمد بن سالم بن حمد المري. وكذلك دخول وتسلل على المركز الثالث في هذه اللحظات من قبل القبطان لسعيد بن مفقود بن محمد بن مسعود من يتواجد على المركز الثالث. غير الى المركز الثالث. المركز الرابع يصل شعار بن دلهم على المركز الرابع في هذه اللحظات مع مشهور علي بن دلهم بن ناصر الهاجري. وعلى المركز الخامس يتراجع هملول لمحمد بن سالم بن حمد المري. هذه النتيجه مشاهدينا ومتابعينا الكرام. تحركت الزمول. يا سلام يا سلام، نشارف على لائحه 2 كيلو متر الاخيره. والمقدمة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل وصدارة هذا الشوط. لا زالت الأمور مع مهجد مع المركز الأول. مهجد هنا مع مقدمة هذا الشوط ومع قيادة هذا الانطلاق. الله، هنا مهجد مع المقدمة. يا سلام، مهجد تعود ملكيته لراشد بن سالم بن علي بن دوحة المري مع مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول والصدارة وقيادة هذا الانطلاق من البداية وحتى هذه اللحظات.
وهنا دخول على المركز الثاني من الحدر حمد بن متعب بن حمد ملخص المري، وعلى المركز الثالث يصل القبطان لسعيد بن مفوت بن محمد بن مسعود، من يتواجد مع القبطان على المركز الثالث. يصل هنا مشهور على المركز الرابع مشهور، تعود ملكيته لعلي بن دلهم بن ناصر الهاجري، وعلى المركز الخامس قدوم وصول أسماء قوية. هنا مبارك بن سعيد بن محمد الكليلي من يتواجد مع شاهين الكليلي هنا على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، أسماء قوية وعملاقة وشعارات لها تاريخها ولها سجلها الحافل. نعود إلى مهجد مع المقدمة ومع الصدارة ولائحة الألف والخمسمائة متر الأخيرة، ومهجد مع المركز الأول، مهجد مع قيادة هذا الشوط. هنا الحذر على المركز الثاني، مهجد والحذر هنا مهجد على المركز الأول، تعود ملكيته لراشد بن سالم بن علي بن دوحة المري. الحذر على المركز الثاني حمد بن متعب بن حمد ملخص المري، ولكن وصول هنا وقدوم من منور لراشد بن سعيد بن أحمد الرميثي من يتواجد على المركز الثالث. غير إلى المركز الثاني، المركز الرابع يصل مشهور، تعود ملكية مشهور لعلي بن دلهم بن ناصر الهاجري، وعلى المركز الخامس يصل على المركز الخامس أول نداء في هذه اللحظات لمن يتقدم. مياس راشد بن عبيد بن عبد الله بن جميع بن جميع المهيري من يتواجد مع المركز الخامس. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نرجع وإياكم إلى القيادة، إلى المقدمة والكيلو متر الأخير، الكيلو متر الأخير ومقدمة هذا الشوط، الصدارة والمقدمة وقيادة هذا الانطلاق مشاهدينا الأفاضل. مع مهجد ولكن شوف التسلل، شوف المرور، شوف التسلل مع منور. الله ينور دروبك. والكيلو متر الأخير وال800 متر الأخيرة في هذه اللحظات، يا سلام، شوفوا منور مع المركز الأول، راشد بن سعيد بن أحمد الرميثي مع المركز الأول. هنا مهجد على المركز الثاني مع شعار بن دوحة، مع راشد بن سالم بن علي بن دوحة، ولكن قدومه كذلك تسلل من مداوي جابر بن سعيد من يتواجد هنا على المركز الثالث. ولكن الله، هنا قدوم عام المركز الثالث، يتقدم على المركز الثالث مياس راشد بن عبيد بن عبد الله بن جميع المهيري، ولكن الله منور في هذا الصباح، منور مشاهدينا الكرام، نورت دروبه هذه الانطلاقة. الله ينور دروبك يا راعي منور. راشد بن سعيد بن أحمد الرميثي مع منور الله، سلام يا منور، سلام، تحياتنا يا منور، تحياتنا وتقديرنا، وسلام يا رميثي، سلام. راشد بن سعيد بن أحمد الرميثي على فوز منور، نهنيه، وانطلاقة منور المميزة ولحظة وصولها المركز الثاني. يصل مهجد لراشد بن سالم بن علي بن دوحة المري المركز الثالث. وصل على المركز الثالث الخليج لسهيل بن حمد بن هيان العامري، يم المركز الرابع. ووصل على المركز الرابع مياس لراشد بن عبيد بن عبد الله بن جميع بن جميع المهيري، يم المركز الخامس. وصل على المركز الخامس براق لسعيد بن تركي بن راشد آل بحيح المري. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى التي شاهدناها وإياكم تشاهدون مع مخرج هذا النقل الحي والمباشر علي بوشارب المري، الذي يلتقط لنا هذه الصور، صور هؤلاء الجمهور من يتفاعلون مع رياضة الآباء والأجداد. لحظة وصول مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل المنور إلى خط النهاية، 13 دقيقة 34 ثانية 68 جزء من الثانية. هذا هو تفيت منور، تعالينا والناموس لمالك منور راشد بن سعيد بن أحمد الرميثي، يم المركز الثاني. ووصل فيه مهجد، قطع المساوي في 13 دقيقة 38 ثانية 39 جزء من الثانية، تعالينا والناموس لمالك مهجد راشد بن سالم بن علي بن دوحة المري، يم المركز الثالث. 13 دقيقة 38 ثانية 69 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمن فاز معنا بالمركز الثالث، وهو الخليج لسهيل بن حمد بن نهي.